السادة رجال السلطة، السادة المنتخبون، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلي مسارح الإعلام، اليوم حضور كامل. جمعة مباركة، أسعد الله يومكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذه المناسبة المتميزة التي تندرج في إطار حركة انتقالية جزئية شملت بعض كتاب عملي لبعض العمالات الأكاديمية في إطار تحديث وسكوير والإدارة الترابية وتعزيز الحكام المحلية، وتعد هذه الحركة الانتقالية ركيزة أساسية لدعم كفاءة الإدارة الترابية وتعزيز فعاليتها واستجابتها للمتطلبات التنمية. قبل ترحيل باسمكم جميعا باسم الكاتب العام الجديد، أود أن أوقع الجهود التي بذلها السيد المبارك الشمولي الكاتب العام السابق للآخرين، نتمنى له التوفيق في هذه المهمة التي أوضحت. السيد أحمد صابر هو من موالي سنة 1968 بالقوليترا، حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، خريج معهد الإدارة الترابية، شغل سابقا منصب كاتب عام لعمالة المقاطعة في دار السلطان ما بين سنة 2012 و2018، ثم كاتب عام لإقليم الحاجب بين سنة 2018 و2020، تلها منصب كاتب عام لإقليم الخميسات ما بين سنة 2022 و2024، ليتم تعيينه خلال هذه السنة كاتبا عاما ملحقا لديوان السيد والي جهة الشرق عن أعمال وجدان الذات. وقد مكنته هذه التجارب المتنوعة واكتساب خبرة في دعم مسارات التنمية والحوادث القانون في التزام كإفراد هذه السلطة بمسار الأعمال الجاد الأهداف السنوية الطموحة لفائدة استخدام مثل هذه العمل. حضرات السيدة السادة، من دور كاتب العام في العملية هي مجموعة من الاختصاصات التي تعزز من أداء الإدارة الترابية وتسهم في دفع عجلة التنمية على مستوى العمل الأقاليم، وتجد بالخصوص الإدارة بمختلف الأقسام، إضافة مسير العمل بانسجام وفق مقارن الخطط المحددة، مع تحفيز الموظفين ودخول الكفاءات لرفع مستوى الأداء وتعزيز الروح المهنية. تتبع إنجاز مشاريع التنموية المغرمة في التراب العمل مع جميع الشركاء المحليين والمصالح الخارجية للدولة لتعزيز التكامل وتنسيق الخطوط. وأشرفنا مع الأبرار يا عزيز يا فراق العالمين، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، ولا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا فأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الكرم القضيت تيتك اقضي ولا ربنا وتعالي، اللهم اغفر لنا من خشيتك، ومن يمينك لا تملك به جنتك، ولا علما الا صدق، ولا فيها صلاح الا عدلتها وقضيتها يا رب العالمين. مولانا امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم أعلن الحق حقا وارزق اتباعه، والباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن احتقادنيه. اللهم احفظه في حلمه وارحاله
في حركته وسكناته. اللهم احفظه في صحته، اللهم احفظه في صحته، اللهم احفظه في صحته، اللهم احفظه في شعبه، اللهم احفظه في جميع ومنها يا رب العالمين. اللهم اعطنا عليه يولي عليه مولانا الحسن وفق الله باسمه الرشيد مولانا الرشيد ولسائر افراد نصرته الكريمه. اللهم ارحم برحمتك الواسعه تقيه الاسلام جلاله كل الامام محمد الخامس الحسن الثاني. اللهم ارحمنا في العلميين بعد الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل لنا هذا امنا مطمئنا وسائر الى المسلمين. اللهم اشفنا الفتن حاسبنا خير الفوق والخير وعلم عليه. ومن اراد ببلدنا هذا شرا تكفينا شرا بما شئت وكيف شئت انه لا يعجز احد قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر كل من تولى مسؤوليه كيفما كانت لاداء هذه الامانه يا رب العالمين. اللهم اغفره لخدمه الصالح العام في تمام وراء نيابه جلاله الملك محمد السادس. اللهم اغفرنا جميعا لما اغلق فينا يا رب العالمين بحرمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وتطهرنا بها من جميع سيئه وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخدمات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.